ولسه مستمرين معاكم طبعا في لقاءاتنا الحصريه لافتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا احد نجوم النادي الاهلي كابتن محمد يوسف. في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، سعداء جدا حضرتك معانا. عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن الافتتاح، يعني شايفين طبعا لفيف من نجوم الرياضه، واكيد دي حاجه دايما بيكون حريص عليها مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يجمع طبعا كل نجوم الرياضه المصريه. عايزين حضرتك تكلمنا بقى شايف ده ازاي. طبعا انا سعيد ان انا معاكم في قناه النادي الاهلي، بس في نفس الوقت كمان انا كابن من ابناء النادي الاهلي فخور جدا 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 بافتتاح المقر الرابع، ومن هنا طبعا لازم اشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره بالكامل، وبقول طبعا لكل زملائي وجمهور النادي الاهلي والعاملين في النادي الاهلي ان لازم نفخر ولازم نبقى يعني مستمتعين بان مجالس ادارات النادي الاهلي دايما بتكمل شغل بعض، والنهارده يعني مقر الرابع دي حاجة مفخرة، في يعني كل الفاسيلتيز كل الإمكانيات اللي ممكن تلاقيها في مستوى نادي في 2023، وبالتالي كمان أنا بقول إن دي حاجة بتدعم الرياضة بشكل كبير جدا، ودايما النادي الأهلي سباق، دايما النادي الأهلي عنده الأفكار الجديدة، دايما النادي الأهلي بيسبق الأندية الكتيرة في مجالات كتيرة جدا، وبالتالي بحيي كل المسؤولين في النادي الأهلي، وفي نفس الوقت كمان بشكر الإدارة على أن هي جمعت كل الأجيال. النهاردة أنا شفت يعني زملاء وكباتن ومدربين وزمايل أصغر مننا كمان أجيال بعدينا، فدي حاجة جميلة جدا، ودي لازم كل مسؤول في النادي الأهلي أو خدم في النادي الأهلي لازم يكون فخور ان هو بينتمي لهذه هذا الكيان العظيم. والله يعني عايزين نتكلم اكتر كمان ان في طفره انشائيه بتحصل في النادي الاهلي، شايفين التراث كمان تراث حديث بيضاهي الانديه العالميه، يعني طبعا احنا بننتمي لهذا الكيان. كون بقى حضرتك احد ابناء طبعا النادي الاهلي وحاصل على عدد من البطولات كنت مشارك فيها طبعا، عايزين حضرتك تكلمنا بقى عن الموضوع ده. بطولات النادي الاهلي 100 وحاجه و40 بطوله، ودي حاجه مش بتحصل كتير للانديه في العالم. ده نتيجه ان النادي الاهلي دايما بيحط مصلحه النادي الاهلي فوق اي اعتبار وفوق اي مصلحه، وبالتالي دي اللي بتادي البطولات. النادي الاهلي كمان مميز ان كل واحد مسؤول بيأدي دوره وبيبقى عارف صلاحياته. الروح بتاعت النادي الأهلي دي جاية من جمهوره، جمهور النادي الأهلي دايما كان وموجود وما زال بيبقى في ظهر المسؤولين وفي ظهر النادي وفي ظهر لاعيبته، فعشان كده بيقدروا ان هم يحققوا بطولات تسعد الجمهور. جمهور النادي الأهلي ما بيرضاش برقم اتنين، دايما عنده رقم واحد، دايما بيبقى طموحه ان هو يفوز بالبطوله. كل الحاجات دي عوامل بتخلي ان النادي الاهلي هو الفائز بالبطولات دايما. لما بيحصل له حتى اي دروب او اي تراجع بيعالج الاسباب بسرعه وبيرجع تاني للمقدمه كعادته. يعني اخيرا بقى عايزين حضرتك تكلمنا عن الطفره الانشائيه اللي احنا بنشهدها. انا عجبني جدا 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 السيستم او النظام اللي ماشي بيه النادي الاهلي، انه بيعمل براندنج للنادي، بيعمل براندنج للايمج بتاعه، وبالتالي محافظ على الستايل، محافظ في كل الفروع، التوحيد الشكل او الديزاين بتاع النادي. لما تخشي مثلا الشيخ زايد زي ما تخشي التجمع زي مدينه نصر، البوابات، الشكل، السور، الحاجات دي كلها دي بتعمل براندنج للنادي الاهلي، ودي اكيد طبعا جايه بعد مجهود من مجلس الاداره ومن الادارات طبعا المعنيه او الادارات التنفيذيه اذا كانت تسويق او ادارات خاصه بالمبيعات. يعني كل دي حاجات النادي الاهلي سباق فيها. انا عاجبني قوي شكل المباني والانشاءات، طفره غير عاديه. نادي زي ده بمساحه كبيره زي كده في خلال سنتين او سنتين ونص بيكون تم انجازه وانتهائه، فدي طبعا مفخره. بشكر طبعا القوات المسلحه والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه لانها هي قامت بدور كبير جدا في ان هي تنجز العمل ده. العمل العظيم ده خلي بالك
على الارض لما بتيجي تشتغلي بياخد وقت، بياخد وقت كبير وممكن يستمر لاربع او خمس سنوات، تم انجازه في سنتين او سنتين ونص. ده حاجه مفخره يعني، لابد ان احنا نفخر بالهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وطبعا مجلس الاداره بالكامل وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب يعني. شكرا، بشكر حضرتك جدا، اكيد شرف كبير ليا ان اعمل لقاء مع قامه كبيره زي حضرتك. شكرا، خليكي، وان شاء الله دايما قناه الاهلي دي بيتنا، ودايما بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، ونشوفك اعلاميه كبيره. شكرا جدا لحضرتك. يعني طبعا ده كان لقائي مع النجم الكبير، نجم النادي الاهلي السابق كابتن محمد يوسف، ولسه طبعا مستمرين معاكم في لقاءاتنا، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.